السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الفرقة الرابعة، أهلا بيكم في مادة الإعلام السياحي. النهاردة هنتكلم عن مهام إدارات الإعلام السياحي. إيه هي المهام اللي بتقع على إدارات الإعلام السياحي؟ أول حاجة هنعرفها النهاردة إن الإعلام السياحي له العديد من الإدارات. إن بتقع على إدارات الإعلام السياحي مهمة إيه؟ مهمة وضع الخطط والاستراتيجيات الإعلامية لخدمة نشاطها. إذن كل إدارة من إدارات الإعلام السياحي لها العديد من الخطط والاستراتيجيات الإعلامية اللي هي بتدخل ضمن نطاق خدمة نشاط المؤسسة إيه؟ السياحية والفندقية. ودي إيه هو النشاط؟ هو ذات الطبيعة المتشبعة والمتعددة الاتجاهات، وكذلك العمل على إيه؟ على تنشطة. يبقى الهدف الأول والأخير هنا بتضع مجموعة من الخطط، مجموعة من الاستراتيجيات الإعلامية علشان تعمل على تنشيطها وترويجها لدى الأسواق المصدرة للسائحين، أو لدى الأسواق إيه؟ المصدرة أو المستقبلة للسائحين. تمام؟ يبقى من مهام إدارات الإعلام السياحي إن هي بتقع عليها مهمة وضع الخطط والاستراتيجيات الإعلامية لخدمة نشاطها ذات الطبيعة المتشبعة والمتعددة الاتجاهات، وكذلك العمل على تنشيطها أو إيه؟ أو ترويجها. طيب، علشان تتمكن بقى إدارات الإعلام السياحي من خدمة القطاع السياحي أو القطاع الفندقي بشكل مستمر وفعال، بتقوم هذه الإدارات بتوظيف مجموعة من الأساليب والاستراتيجيات التي تحرص على تقديم إيه؟ عمل إعلامي شامل. يبقى الهدف منها هنا إيه؟ إن هي بتقدم عمل إعلامي شامل. ومن أهم هذه الأساليب ما يلي: واحد، الاستعانة بجهات استشارية متخصصة في العلاقات العامة والإعلام السياحي. يبقى هي بتستعين بالخبرات وبتستعين بالجهات الاستشارية ذات التخصص في مجال العلاقات العامة والإعلام السياحي، علشان إيه؟ لتقوم بتقديم المشورة والنصح ليس فقط للمؤسسة السياحية والفندقية التي تعمل في ظلها، ولكن إنما هي إيه؟ بتشمل جميع عناصر إيه؟ الصناعة السياحة والجهات ذات العلاقة بها عند الحاجة إليها. يبقى في علاقة وسيطة أو في علاقة وطيدة ما بين صناعة السياحة والسفر والفنادق وما بين الجهات الإعلامية علشان يقدروا يوصلوا معلومة سياحية ذات فاعلية تعمل على جذب الإيه؟ السائحين من خلال إيه؟ الاستعانة بجهات استشارية متخصصة في العلاقات العامة والإعلام من خلال الخطط والاستراتيجيات الإعلامية علشان يقدروا يقدموا عمل إعلامي شامل. 2، إصدار الأخبار والمواد الصحفية. إيه هي المواد الصحفية؟ زي التقارير وزي التحقيقات الصحفية السياحية الهادفة، إن هي الهدف الأساسي بتعمل على إيه؟ الترويج للمواقع السياحية وتناول القضايا والموضوعات المستجدة بهذا القطاع اللي هو المقصود به القطاع السياحي والفندقي. إن هي بتقوم بإصدار الأخبار والتقارير والتحقيقات الهادفة إلى الترويج للمواقع السياحية والتاريخية، والتي تتناول برضو بعض القضايا والموضوعات المستجدة بهذا إيه؟ القطاع. نمرة 3، توثيق الصلة بوسائل الإعلام بكافة أشكالها. إن هي بتهتم بوسائل الإعلام بكافة أشكالها، سواء كانت بقى هذه الوسائل مرئية أو مسموعة أو وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها، والعمل على التيسير لها وتوفير سبل قيام تلك الوسائل بأداء دورها في مجال الإعلام السياحي بمفهومه الحقيقي. وفي هذا الصدد بتحرص هذه الإدارات بشكل كبير على إعداد قائمة بيانات شاملة ليس لوسائل الإعلام فحسب، بل وللصحفيين العاملين بتلك الوسائل والمتعاونين معها، مع التنسيق مع تلك الوسائل والأفراد بين وقت
واخر. يبقى في هنا عمليه صله ما بين وسائل الايه؟ الاعلام بكافه اشكالها، وما بين الصحفيين العاملين بتلك الوسائل والمتعاونين معها ايضا، علشان يبقى في ايه؟ في تنسيق ما بين هذه الوسائل وبين ايه؟ الافراد من وقت الى اخر. يبقى اول حاجه بتستعين بجهات استشاريه متخصصه في العلاقات العامه والاعلام السياحي ان هي بتصدر اخبار ومواد صحفيه زي التقارير والتحقيقات علشان تروج للموقع السياحي او للمواقع السياحيه او للمقاصد السياحيه، ان هي بتوثق الصله بوسائل الاعلام بكافه اشكالها المختلفه علشان تقوم باداء دورها في مجال الاعلام السياحي، وعلشان يبقى في علاقه ما بين الصحفيين والعاملين بتلك الوسائل والمتعاونين ايضا بهدف التنسيق مع تلك الوسائل والافراد بين وقت وايه؟ واخر. نمرة 4، إصدار المطبوعات المتخصصة والدورية، وإصدار نشرة أو مجلة دورية متخصصة بتتضمن إيه بقى؟ آخر الأخبار والمعلومات السياحية. يبقى هي بتعمل مطبوعات أو دوريات أو إصدار نشرة أو مجلة دورية متخصصة بيكون فيها الأخبار والمعلومات السياحية. مثلاً زي وزارة السياحة بتصدر إصدار اسمه توريزم إن فيجرز. التوريزم إن فيجرز ده اللي هو السياحة في أرقام، بيشمل عدد السائحين اللي زاروا مصر قد إيه، الإيرادات السياحية اللي حققتها مصر مثلا في فترة زمنية معينة أو في السنة قد إيه، معدل الإنفاق السياحي اليومي، معدلات الإشغال الفندقية، حجم الطاقة الفندقية عندنا كام سرير، عدد الفنادق، عدد شركات السياحة، عدد المرشدين السياحيين. دي كلها بيانات وإحصائيات متعلقة بالبنية التحتية للسياحة، تمام؟ ودي ليها إن هي بترتبط بالإضافة إلى إيه؟ ما يرتبط بهذه الصناعة من تأثير على الاقتصاد والمجتمع المحلي. مثلا لما أقول لك في عام 2019 حققت مصر من زار مصر خلال عام 2019 13.6 مليون سائح. ال 13.6 مليون سائح دول جايين من جنسيات مختلفة. أبرز الأسواق اللي جت مصر كان 5 أسواق. ماشي؟ طيب. جم أنفقوا هنا في مصر إيه؟ بالعملة الأجنبية. ماشي؟ حققوا إيه؟ مصدر من مصادر النقد الأجنبي بنسبة معينة. ده ليه تأثيره على ايه؟ على الاقتصاد المصري. ليه؟ لان احنا محتاجين عملة اجنبية، وبيأثر برضو ايه؟ على المجتمعات المحلية، مفهوم؟ وغير ذلك من موضوعات تهم صناع القرار ووسائل الاعلام السياحية. يبقى هي بتنشر اخبار ومعلومات عن السياحة بما في ذلك نشر البيانات والاحصاءات المتعلقة باعداد السياح، مكونات البنية التحتية للسياحة، بالإضافة إلى ما يرتبط بهذه الصناعة من تأثير على الاقتصاد والمجتمع المحلي. ولو جينا يعني لو جينا نربط موضوعنا ده، إيه هو اللي بيرتبط صناعة إيه هو اللي في الوقت الحالي اللي بترتبط بيه صناعة السياحة والسفر أو الصناعة الفندقية أو الصناعة السياحية شركات السياحة والفنادق وخلافه، إيه هو اللي بيأثر على الاقتصاد القومي؟ لو قلنا مثلا إيه كوفيد 19 اللي هو فيروس كورونا وتأثيره إيه على صناعة السياحة على المستوى الدولي ومن خلاله على المستوى المصري. دي برضو دي موضوعات بتاعها إيه مطروحة ضمن إيه الساحة بتاعت الساحة اللي موجودة حاليا. 5، تنظيم زيارات خاصة بالإعلاميين للمواقع السياحية والتاريخية وخاصة الكتاب المتخصصين في السياحة، ويتم في هذا النشاط جدولة ايه؟ جولات منظمة لعدد من الإعلاميين على عدد من المقاومات السياحية من أجل خدمتهم في إعداد مادة إعلامية شاملة عن المواقع التي ايه؟ يزوروا معها. بصورة أساسية إن هو واجب على إدارات الإعلام السياحي إن هي تعمل دعوة للعديد من الإعلاميين للمواقع الأثرية والتاريخية، وخاصة إذا تم اكتشاف موقع تاريخي او اثري جديد، علشان يقدروا والكتاب اللي هم متخصصين في السياحه ومتخصصين في الاعلام السياحي علشان يقدروا يعدوا ايه
مادة إعلامية على أسس علمية سليمة من خلال الزيارة اللي هو بيقوم بيها لهذه المنطقة والاكتشافات اللي بيتم اكتشافها علشان يقدر يقدم مادة إعلامية لجمهور السائحين على المستوى المحلي ومن ثم على المستوى الدولي. إنشاء موقع إلكتروني، ستة بقى، إنشاء موقع إلكتروني للإدارة لنشر موادها الإعلامية فيه وتقديم المعلومات بشكل فوري لطالبيها من خلال بعض الأبواب أو الروابط المتجددة أو من خلال أبواب ثابتة بتبرز أهم مقومات السياحة وخصائصها. دلوقتي العالم كله بيتحول إلى تحول رقمي أو تحول إلكتروني، إن هو الهدف منه اللي أنت بتعمل ويب أو سايت إلكتروني علشان تقدر تغذيه ببيانات إعلامية صادقة، ومن خلاله اللي هو بيجذب العديد من القراء من خلال شبكات الويب او الانترنت، وده بيبقى ليه اثر كبير جدا. سبعة، اعداد البرامج والتقارير الاذاعية والتلفزيونية. استعمل ادارات الاعلام السياحي من خلال وحداتها الاذاعية والتلفزيونية على توفير هذه النوعية للجهات الراغبة في إذاعتها أو بثها. إيه البرامج والتقارير الإذاعية والتلفزيونية؟ لو قلنا مثلا برنامج زي مرحبا، برنامج زي السياحة في أرقام، برنامج زي فقرة إعلامية عن منطقة أثرية أو مقصد سياحي، ده إحنا بنسميه برنامج اللي من خلاله بيتم فيه مناقشة العديد من القضايا والحلول المطروحة على السياحة المصرية، إن الهدف منها هو عمل حلول أو عمل أو طرح توصيات وعرضها على متخذ القرار ورجال الصناعة علشان ياخدوها في الحسبان من أجل المشاكل التي تعيق عملية السياحة. وبيتم دعوة مثلا مندوبين من وزارة السياحة أو رجال الصناعة أو الأكاديميين أو غير ذلك من خلال الاستضافة في هذه البرامج الإعلامية والإذاعية. طيب ننتقل بقى، ننتقل لنقطة تانية وهو دور العلاقات العامة في الترويج السياحي. ما هو دور العلاقات العامة في الترويج السياحي؟ بتعد العلاقات العامة أحد أهم عناصر المزيج الترويجي، بل وأكثرها أهمية، خاصة وأنها بتعني بناء علاقات طيبة وجيدة مع الجمهور السياحي، والهدف من ذلك هو إحراز نتائج معينة سطرها المشتغلون اللي هم العاملون بالترويج السياحي. فلا بد من توافر العديد من الواجبات والمواصفات والمهارات الواجب مراعاتها في رجل العلاقات العامة من أجل القيام بعملية الترويج السياحي. يبقى في مجموعة من من المواصفات، من المهارات الواجب مراعاتها في رجل العلاقات العامة علشان يقدر يقوم بعملية الترويج السياحي. طيب ايه هي بقى واجبات العلاقات العامة السياحية؟ بتتمثل أهم واجبات رجل العلاقات العامة السياحية فيما يلي: وضع، واحد، وضع برامج إعلامية متكاملة، برنامج إعلامي متكامل يتم من خلاله توجيه الجهود والطاقات لتحقيق أهداف إعلامية للوصول إلى الجمهور المستهدف وترويج الخدمات والمنتج السياحي علشان يعمل على خلق الثقة والتفاهم بينهم. إن هو بيقوم بوضع برامج إعلامية متكاملة يتم من خلالها ان هو بيوجه الجهود والطاقات علشان اقدر احقق الهدف الاعلامي اللي انا اقدر اوصله للجمهور المستهدف، واقدر اروج للخدمات والمنتج السياحي اللي موجود عندي، وده بيعمل على خلق الثقة والتفاهم بينهم، ما بين الجمهور المستهدف وما بين الخدمات او المنتج السياحي. نمرة اتنين، تقديم المنشأة والنشاط السياحي بها والمنتج السياحي تقديما مناسبا يستهدف جذب انتباه الجمهور. اللي انا بعرف المنشأة بتاعتي، بقدمها، بقول له انا عندي كام غرفة فندقية، ايه هي الخدمات اللي انا بقدمها، ايه هي عدد المطاعم اللي بقدمها، ايه هي الوجبات اللي بقدمها، ايه هو حمام السباحة اللي موجود عندي، مواصفاته ايه،
مواصفات الغرفة الفندقية بتاعتي ايه؟ هل هي سنجل ولا دابل ولا تريبل؟ عندي كام جناح؟ تمام؟ عندي قاعات للمؤتمرات، عندي قاعات للحفلات واعياد الميلاد. بقدر اللي انا بستضيف برضو باجر القاعات دي للحفلات بتاعت الزواج. انا بقول له ده كل المواصفات، بقدم المنشأة بتاعتي في صورتها، بتتكون من كام غرفة، بتتكون من كام دور، المطاعم اللي موجودة عندي، عندي مطعم ايه، مطعم صيني ولا مطعم مأكولات بحرية ولا مطعم ايه، ايه هي الوجبات اللي بقدمها، صح؟ دي كلها حاجات الهدف منهم اللي انا بعمل اتراكت لمين؟ للجمهور. الجمهور اللي هو ايه المقصود بيه؟ ايه السائح. ثلاثة، بناء السمعة الطيبة والصورة المشوقة والمقنعة للبلاد والمنشآت السياحية. يبقى هدف رجل العلاقات العامة ان هو يكون ذات سمعة طيبة وعنده صورة مشوقة ومقنعة للبلاد، اللي هو بيعرض مصر سياحيا وبيعرض المنشآت السياحية بصورة مشوقة علشان يقدر يجذب مين؟ السائحين. مظبوط الكلام ده؟ نمرة أربعة، محاولة التعرف على متطلبات الجهات وآراء الجمهور المتعامل مع المنشآت السياحية في الداخل والخارج، إن هو بيقدر يعرف إيه هي آراء واحتياجات ورغبات جمهور السائحين سواء كان داخلي أو خارجي، وبيربط الكلام ده مع المنشآت السياحية. تمام؟ يبقى هو بيتعرف على آراء الجمهور، بيبني سمعة طيبة، بيعمل على بيقدم المنشأة علشان يقدر يجذب انتباه الجمهور، بيضع برامج إعلامية، بيوجه الجهود والطاقات بتاعته علشان يقدر يحقق أهداف إيه؟ إعلامية للوصول إلى الجمهور المستهدف، ومن خلالها إن هو بيروج للخدمات والمنتج السياحي في هذه الكلام. نمرة خمسة، بيصحح الصورة السلبية التي تداوم أجهزة الدعاية المضادة على رسمها لمنطقة معينة. هناك العديد من الدول ايه؟ المنافسة لحجم الحركة السياحية في مصر بتعمل على ايه؟ رسم صورة سلبية للمقصد السياحي المصري. هدف رجل العلاقات العامة ان هو يصحح هذه المفاهيم السلبية اللي هي قد تتداول على بعض الأجهزة المضادة خلال مقصد سياحي معين. مفهوم الكلام ده؟ نمرة ستة، تأكيد الصورة الإيجابية وما تتسع به البلاد المراد جلب السواح إليها، اللي هو بينشر إيه وبيأكد الصورة الإيجابية للمقصد السياحي المصري علشان يقدر يعمل على جذب أو جلب العديد من السياح. سبعة، إعطاء صورة مبسطة عما يسخر به المجتمع من قيم وعادات وأعراف بقصد التقارب والتفاهم. العادات، كل مجتمع من المجتمعات سواء كانت العربية أو الأجنبية له العادات والتقاليد الخاصة به، بالإضافة إلى عادات وتقاليد المجتمعات المحلية. تمام؟ فهو هو بيعرض البرنامج بتاعه، بيعرض الواجبات بتاعته، بيقول لك لاحظ ان المنطقة اللي انت رايحها دي في عادات للمجتمعات المحلية، وبيقول للمجتمعات المحلية يا مجتمع يا محلي خلي بالك جاي لك سائح من بره لعاداته ولتقاليده، الواجب احترامها بحيث اللي هي لا تتنافى او لا تتعارض مع العادات والتقاليد بتاع المجتمعات الايه المحلية. 8، توثيق العلاقات العامة في المؤسسة ورجال الصحافة وإمدادهم بالمواد المراد نشرها عن المؤسسة ونشاطها. في غرفة اسمها غرفة المنشآت السياحية وفي غرف السياحة. هدفها الأول والأخير بتمد رجال العلاقات العامة ببيانات عن عدد الفنادق والغرف السياحية وحجم الأسرة اللي موجودة علشان يقدر رجال الصحافة يوثقوا هذه الكلمات ويقدروا ينشروها علشان بنعمل حاجة مقارنة ما بين حجم الطاقة الفندقية وعدد السائحين. إذا لم يتلائم حجم الطاقة الفندقية اللي هو المقصود به الأسرة مع عدد السائحين فإحنا محتاجين
من وقت للتاني اذا زاد عدد السائحين محتاجين ان احنا نقوم ببناء العديد من الايه من الغرف الفندقيه او من ايه الفنادق علشان يحصل عمليه موازنه ما بين عدد السائحين اللي بيزوروا مصر مع حجم الطاقه الفندقيه ايه اللي موجود. 9 الاطلاع على جميع الصحف والمجلات الاجنبيه واعداد سجل يومي بالقصاصات وما فيها من اخبار لتزويد المختصين باهم ما فيها لدراسته وبحثه والافاده منه او الرد عليه. ده احنا بنتابع جميع الصحف والمجلات الاجنبيه وبيعد سجل يومي بالكلام ده علشان لو بتنشر صوره سلبيه عن مصر بنحاول نرد بوثائق وادله سياحيه، لو هي بتنشر صوره ايجابيه عن مصر بندعم الكلام ده بهذه وبنقدر نبثها على المواقع الالكترونيه بتاعتنا. تمام؟ وبكده يبقى وصلنا لنهايه محاضرتنا النهارده. خالص تمنياتي بالتوفيق، اتمنى ليكوا كل التوفيق والسداد ان شاء الله، ولو في اي معلومه انت مش فاهمها او محتاج اي تفسير انت ممكن تتابعني من خلال تبعت لي رساله على الابليكيشن وانا ارد عليك على كل حاجه. كان معكم دكتور سيد درويش ضمن مقرر الاعلام السياحي، وربنا يوفقكم جميعا.